أحمد طه العزوز يمكن ما تعرض إلى تعذيب كثير بحكم علاقته السابقة مع الرئيس السابق، مع صدام حسين. صدام حسين فحكى لي القصة، قال أرسل علي صدام حسين قال لي تآمرت بالمرة الأولى وعفيت عنك على العلاقة السابقة اللي موجودة بيناتنا والخبز اللي أكلناها سوا، وتآمرت هذه المرة مرة أخرى أيضا راح أعفي عنك لنفس الأسباب، لكن قسما بالله إذا عدتها المرة الثالثة أنا راح أقص راسك بإيدي. بس عندي نصيحة لك، أنت ما تعرف تتآمر، مرة ثانية لا تسوي مؤامرة، تعال شاورني أنا أعلمك شلون وخليك تنجح. وطلع عمل، طلع عمل كذا، وراها توفى، يعني معاناة زوجته عانت وكذا، المهم توفى الله يرحمه. فكان عندنا عمل، فمن يعني من صار الاحتلال شنو اللي كنتوا تخططوا له يعني؟ على إصلاح، يا ريت لو إصلاح، مو موضوع تغيير نظام بمعنى إسقاط، إصلاح نظام، لأنه أنا شخصياً كنت أقول لإخواني أنه أنا شايف أن العراق سينتهي باحتلال أو بتغيير كبير جداً، فقبل أنه يصير هذا الموضوع خلينا نعالج الموضوع إحنا من الداخل. فكنا نفاتح قسم يعني كان يتخوفون منه، خاصة العسكر. فتحت أحدهم في حديقتي بالبيت ساعة، كان قائد فيلق آنذاك، جنابك فاتحته؟ فاتحته، يعني ضلينا نتكلم الوضع السياسي، إلى الساعة 11 بالليل وأنا متردد يعني فاتحة ولا، فبال 11 بالليل فاتحته، قلت له لازم نسوي شيء نغير هذا الوضع كذا وشنو، فرأسا جاوبني قال لي خالي والله العتب مو عليك، العتب علي يجي عليك، والله هاي آخر مرة أطب بيتك. فزعل وطلع، ما كان يعني، بس ما راح بلغ أو شيء؟ لا 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 لا، قال لي حتى قال لي يعني الحماية اللي موجودين برا هسه يحموني، هم يراقبوني يعني، وأنا أقدر أسوي حركة من هذا النوع.